وأشار مدبولي إلى أن البلدان الإفريقية تواجه تحديات هائلة في التغير المناخي، خاصة مع استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية، فأسعار الفائدة المرتفعة والوصول المحدود إلى أسواق الاقتراض الدولية تجعل من الصعب على البلدان الإفريقية جمع التمويل اللازم لحماية بيئتها وحماية اقتصاداتها من خطر تغير المناخ. إن الجهود التي بذلت عبر سنوات والوعود التي قدمت والآليات لم تكن كافية سواء كما أو كيفا. هذا يشمل التعهدات التي تم تقديمها والتي تحتاج لأن تكون مرتبطة بشكل أكبر بالتمويل الخاص بالتكيف مع أزمة المناخ. إن الدول الإفريقية وبشكل خاص تواجه تحديات ضخمة في هذه المنطقة وبصفة خاصة الأزمة المالية الموجودة في خلفية تلك الأزمات. أيضا الأسواق العالمية تحاول أن تحدث نوعا من الإدماج أو التركيبة الخاصة بتلك الاقتصاديات.